كيفاش بدات فكره غيمه؟ ما فيهاش فكره، هي الموسيقى مود، عباره عن مود، يعني كيف نقول لك، ما فيش هذيك زي ما تقولي من قبل ما نبدا فيها مش حاط في بالي انها حتقعد هي غيمه اللي تو نشوف فيها بعد 7 شهور او 8 شهور انها حتقعد في المكان هذا، عباره عن فيش في غلي في موسيقى بس. اي ما قولي كيفاش، مين جاوك الافكار، كيفاش طبختها، كيفاش طيبتها، كيفاش طبختها، كيفاش طبختها؟ طبختها في السياره قاعد نسوق انا وصاحبي خالد الشافي، طلعت معايا دندنك درست، قعدت كل مره نقول حاجه، كل مره نقول حاجه، كل مره نقول حاجه، بنتي فاهمه، انا نعتبر في الحاجه اللي ندير فيها كانها بنيتي، يعني نستف فيهن جنب بعض نكي. اي كل تراك عنده معزه خاصه عندي، عنده موضوع معين، عنده خلفيه معينه، فهو المود اللي انا قاعد فيه تطلع منه موسيقى. هي ما أرقام قياسية، 20 مليون، 30 ألف لايك، أكثر من 300 ألف لايك، برشا كومنتيرات، 23 ألف كومنتير تقريب، تبدلت معناتها تبركلة. شنو هو سر النجاح هذا؟ النية صافية، مصفي نيتي ومشي نخدم في موسيقى لأني نحب الموسيقى فاهمة، بس لا أكثر لا أقل، يعني فيه انرجي تعطي في لي الضغط، يعني انا ممكن نقد في اسوء حالاتي النفسيه، في فتره غيمه كنت في اسوء حالاتي النفسيه فعليا. اكثر اغنيه عملت لك فيو، اكثر اغنيه في المشاهده، القناه نتاعك فيها تقريبا اكثر من 30 مليون مشاهده، لكن 20 مليون منهم ماشيين الاغنيه هذيك بالذات، علاش؟ هي فيها خلطة، انا ما نعرفهاش، هي حاجه سبحانيه، حاجه ربانيه، انا ما قلت لك قبلها بفتره ما نعرفش ان بعد فتره معينه حيقعد عندي الاغنيه هذه دايره. تعتبرها اللي هي سبب شهرتك في ليبيا؟ لا انا من قبل عندي كم عمل، لكن مش غنية. مش آه لا مش مش بال 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 مش بالضجه اللي دارتها غيمه فاهمه. ما نعرفش، هي خلطة، أنا بروحي تو كان خلطة 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 أحلى غلطة هذه، أحلى غلطة هذه، هذه ليه غلطة مش ندمان عليها، غلطة مش ندمان عليها.